الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة، ولا زلنا مستمرين في التغطية المستمرة والمتواصلة في الشرقية وأهل المدينة لتغطية عشر عاشوراء، العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام منذ البارحة، ونحن مستمرين بالتغطية في الشرقية وفي أهل المدينة مثل ما تعودت كل سنة وكل عام. إن شاء الله هالسنة نوفق أيضا في تغطية هذه الأيام العظيمة المباركة التي فيها الكثير من الطقوس الروحانية، حيث الزائرين من مختلف بقاع العالم يقصدون العراق ويقصدون الأراضي المطهرة المقدسة لإتمام هذه الزيارة التي ينتظرها العالم أجمع من عام إلى عام. مرحبا رأفت، والله بالخير. الله بالخير أزهل، حياة الله، وأكيد تحية طيبة لكل متابعي الشرقية، وتغطية جديدة واليوم الثاني على التوالي الشرقية مستمرة بتغطية الخاصة لإحياء ذكرى العاشر من محرم الحرام، هذه الذكرى الأليمة والفاجعة الأليمة اللي هذه الأيام بدنا نشهدها وإحنا في حرم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. واليوم أيضا متواجدين مراسلينا ومتواجدين ضيوفنا في كل مناطق كربلاء المقدسة من أجل التحدث أو الحديث أكثر عن الاستعدادات الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام. راح نروح لفاصل وبعد نرجع مكملين هذه التغطية الخاصة بإحياء ذكرى عاشوراء الحسين. مثل ما قلنا لكم احنا لازلنا مستمرين في هذه التغطية. البارحة كنا مع عدد من مراسلين في مختلف المحافظات العراقية، اليوم ان شاء الله سنكون مع عدد من ايضا المسؤولين للاطلاع على اهم الخطط الصحية والامنية في بعض المحافظات المهمة التي ستستقبل الزوار والتي استقبلت منذ ايام الزائرين، وايضا لا زال يستقبل طبعا الملايين. نحن لا نتحدث فقط عن المئات والالاف، وانما ستستقبل الملايين من الزائرين من مختلف بقاع العالم. هناك الكثير من يقصد كربلاء المقدسة وحتى النجف الأشرف والكاظمية وكل الأراضي المقدسة في العراق، سيكون هناك انتشار كبير أكيد. لذلك سبقها إعداد خطة أمنية وصحية وأيضا توعوية خدمية من قبل أصحاب المواكب اللي إحنا كنا على اطلاع وتواصل معهم في الأيام الماضية. فعلا اكيد ازل، هي مو فقط كربلاء اليوم تحتضن ويعني تقصدها الملايين من الزوار، بل كل المحافظات العراقيه هي اليوم لها حصه في احياء هذه الذكرى ولها طقوس ولها ايضا بعض الشعائر الحسينيه اللي لازم تاديها في كل سنه من محرم الحرام. قبل قليل واكيد احنا ذكرنا مو فقط اهل المدينه اللي هو مستمر بتغطيته اليوم الثاني على التوالي، كل قنوات الشرقية وكل البرامج اللي موجودة في قنوات الشرقية هي أيضا مستمرة. وقبل قليل كان تقرير مهم جدا من محافظة ميسان لأصحاب المواكب بحملات توعوية ضد الآفة الخطيرة اللي أطاحت بالمجتمع العراقي اللي هي المخدرات. فاليوم أنه احنا نستثمر وجود هذه المواكب ووجود هذا الكم الهائل من المعزين في مصاب الإمام الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس من أجل التوعية، من أجل نشر رسائل التوعية السلام والمحبة والتآخي ما بيننا احنا كأفراد المجتمع العراقي. هذه الرسائل مهمة جدا وأكيد مو فقط في ميسان بل في كل المحافظات العراقية. أيضا هناك مواكب لأهالي كربلاء، أيضا شعاراتهم والردات مالتهم تكون هي مليئة بالتوعية، مليئة بالرسائل الخاصة بالمجتمع العراقي، وأيضا رسائل تبعث للجهات الحكومية المتمثلة بالحكومة العراقية على حد سواه أيضا الحكومة المحلية. هذه الرسائل مهمة جدا وعلينا أن نحن كعراقيين لا نوجهها فقط في هذا الشهر، في كل أشهر السنة علينا أن نكون واعيين، علينا أن نكون مثقفين، علينا أن نكون مسيطرين من أجل بث هذه الرسائل الجميلة، هذه الرسائل اللي بيها أجواء روحانية، أجواء مليئة بالحزن وبالاستذكار لمصائب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام هي أيام مباركة. أرجع وأقول أنه إحنا في الأيام الماضية أنه حكينا وتحدثنا بتفاصيل مهمة جدا، عسى ولعل أنه إحنا اليوم وفي هذه الأيام أنه نستذكر
شنو الأشياء اللي نسويها قبل لا نخلي روسنا على المخدة، قبل لا أنه نبدي أنه نحكي على فلان وعلى فلان، أنه تذكر ترى أنا في هذه الأيام لازم أنه أروح لمكان مقدس، هذا المكان المقدس أنه أنا استوفيت الشروط الكاملة حتى أروح له. أكيد لا، أكيد كل إحنا أخطاء، عندنا أخطاء وإحنا بشر والخطأين، لكن علينا أنه نصحح من الأخطاء، علينا أنه نحاول أنه ننسى الماضي ونبدي صفحات جديدة حتى هذه الصفحات تكون مليئة بالرسائل الجيدة، مليئة بالأيام اللي تكون بها طاقة إيجابية حتى نعبر كل هذه السلبيات. موضوع مهم جدا علينا أنه نفهم اليوم، وخاصة في هذه الأيام فكر بعائلتك قبل لا تروح تزور، فكر أنه أنت شنو اللي مسوي حقهم أو شنو اللي مقصر وياهم، حاول أنه تسوي حتى من تروح للزيارة أن تكون أعمالك مقبولة وذنوبك مغفورة إن شاء الله. إحنا نبدي بتغطيتنا مع مراسلنا ومفد الشرقية إلى كربلاء المقدسة سلمى دبليبل حتى نسولي بتفاصيل أكثر عن الأجواء الروحانية اللي موجودة ما بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة، حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبا الفضل العباس. عظم الله أجرك سلمد وأجور كل المسلمين بذكرى الفاجعة الأليمة، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. عظم الله أجرك رأفت ومشاهدين الكرام اللي يشاهدونا من العراق ومن كل دول العالم. اليوم عدد كبير من الزائرين، زيادة كبيرة بعدد الزائرين اللي وصلوا إلى مدينة كربلاء المقدسة. شاهدنا الكثير من الزائرين قادمين من خارج العراق وأيضا من مختلف محافظات العراق. الجهات المعنية والجهات الحكومية في محافظة كربلاء قدمت كثير من التفاصيل المهمة اللي تتعلق بأمن وسلامة الزائرين، بالإضافة إلى انسيابية حركتهم داخل مدينة كربلاء. رفت هنالك عدد كبير من المتطوعين، أكثر من 5000 متطوع موجود في مدينة كربلاء المقدسة لخدمة الزائرين وتقديم الخدمة المجانية والتطوعية لهم في مختلف الأماكن القريبة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام. سرمد المتطوعين هم من أصحاب المواكب، لو أن المتطوعين من محافظة كربلاء المقدسة. حتى نوقف عند نقطة كون أنه أيضا ضيوفنا لديهم الكثير من التفاصيل حول انسيابية سير الخطة الأمنية وبقية الخطط الخدمية وحتى الصحية في كربلاء المقدسة. نعم رفت، المتطوعين طبعا من مختلف محافظات العراق، والعدد الكبير من محافظة كربلاء المقدسة وأيضا من خارج العراق. تتنوع يعني تنوع خدمة هؤلاء بجوانب الصحية وجوانب تنظيم حركة الزائرين وجوانب خدمية كثيرة مثل ما يحدث كل عام في محافظة كربلاء المقدسة. وأيضا هنالك جهود من الجانب الصحي، انتشار للمفارز الصحية في مختلف المناطق في القريبة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام وأيضا مرقد الإمام العباس عليه السلام. هذه التفاصيل أعتقد في الأيام المقبلة والساعات المقبلة عدد الزائرين راح يكون أكبر. لذلك القوات الأمنية والجهات الأمنية في المحافظة أعلنت هنالك خطة أمنية محكمة لتأمين الزائرين، وهنالك أيضا إضافة سلمت خليك ويانا، واكيد نرجع لك بعد ما ننتقل للسيده العقيد احسان الاسدي ناطق رسمي باسم قياده شرطه كربلاء حتى نسولف بالتفاصيل اكثر حول الخطه الامنيه والاعلان عن بدء تنفيذها منذ ايام وخاصه في الساعات القليله القادمه. سياده العقيد اهلا بك في اهل المدينه، حنشكر انضمامك رغم اكيد انه يعني هذه الايام هي ضغط كبير عليكم وعلى عملكم، بس نحب احنا نتمنى أن يكون هناك أكيد خطة أمنية محكمة وقد سبقت حتى محرم. احكي لنا عن هذه الخطة الأمنية حتى الناس التي تأتي إلى كربلاء المقدسة، إذا كان هناك قطوعات مثلا في بعض الطرق، إذا كان هناك بعض الإرشادات حتى الناس تكون على علم واطلاع بهذه الخطة وأهم الضوابط أو الآليات. نعم، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الأحرار الحسين عليه السلام. وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم. أعدت شرطة محافظة كربلاء المقدسة وقيادة عمليات كربلاء المقدسة خطة أمنية متكاملة لتأمين حماية للزائرين المعتدين إلى محافظة كربلاء المقدسة لتأدية زيارة مراسيم العاشر من محرم الحرام. ابتدأت هذه الخطة منذ اليوم الأول لشهر محرم الحرام من خلال
القيام بعمليات استباقيه ضمن المناطق الصحراويه اشتركت فيها قطاعات الجيش والشرطه والحشد الشعبي وطيران الجيش والقوه الجويه، بالاضافه الى الاجهزه الفنيه والاستخباريه والمفارز المتفجره والحمايه. نتج عن هذه العمليات الاستباقيه القاء القبض على عدد من المطلوبين والمخالفين. ايضا تم تقسيم المدينه الى 3 اطراف امنيه ونشر قوات اضافيه من موارد وزارتي الداخليه والدفاع. تم تعزيز قياده الشرطه بها من قبل السيد معالي وزير الداخليه المحترم. ايضا هذه القوات انتشرت على الطرق والمحاور التي يسلكها الزائرين باتجاه المدينه المقدسه. تم تعزيز السيطرات الخارجيه بمفارز اضافيه للمتفجرات والكيناين. وايضا تم نشر مفارز مروريه على جميع الطرق التي يسلكها الزائرين باتجاه المدينه. هنالك اعتماد بشكل كبير على كاميرات المراقبه المنتشره في عموم المحافظه والتي عددها اكثر من 1000 كاميرا. تم تعزيز قياده الشرطه بها. ايضا هنالك دور للكاميرات الذكيه المتواجده في السيطرات الخارجيه والتي تم تجهيزها بقاعده بيانات لكل المطلوبين على مستوى العراق بشكل كامل، وايضا العجلات التي عليها اشاره حجز مروريه. هنالك تنسيق للعمل مع الاجهزه الخدميه وجميع المؤسسات في محافظه كربلاء والحكومه المحليه وايضا العتبات المقدسه. ايضا هنالك خطه خاصه عدت من قبل دائره العلاقات والاعلام بالتعاون مع قياده شرطه كربلاء. هذه الخطه هي خاصه بالدعم النفسي ومحاربه الشائعات من خلال ارسال مقارب مختصه من الارشاد الديني وقسم محاربه الشائعات. وايضا قسم الاعلام في قياده شرطه كربلاء والشرطه المجتمعيه بالتعاون مع الاعلام والاتصال الحكومي في محافظه كربلاء واعلام قياده العمليات من خلال القيام بجولات توعيه وتثقيف على اصحاب المراكب الحسينيه والزائرين الكرام وحثهم على التعاون مع القوات الامنيه وتوعيه الزائرين بخطوره الشائعات ومدى تاثيرها على الوضع الامني بشكل كامل. هذه الزياره ان شاء الله تمتاز بعدم وجود قطوعات بسبب التوسعه الكبيره التي حصلت في جميع الطرق المؤديه الى مركز المدينه. ان شاء الله هذه الزياره تختلف عن سابقاتها بنشر مفارز استخباريه على جميع الطرق التي يسلكها الزائرين بالزي المدني من اجل تقليل عسكر المدينه وايضا تسهيل حركه الزائرين لتاديه مناسيب السياره بكل يسر. طيب اهم النصائح ممكن انه يقدموها حتى يكون هناك تعاون ما بين المواطن للمواطن الى دور كبير او الزائر الى دور كبير في ايضا تسهيل المهمه عليكم وتسهيل المهمه الى بنفس الوقت، هل هناك بعض الارشادات المهمه اللي المفروض يعني يعرفها الزائر قبل وصوله الى كربلاء المقدسه؟ تعرف خاصه انه عددهم بالملايين. تشهد محافظة كربلاء توافد الملايين من الزائرين منذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام. نوصي كل الزائرين الوافدين إلى محافظة كربلاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة تثير الشك والريبة من خلال إبلاغ أقرب مفرزة أمنية أو الاتصال على الخط الساخن 104 الخاص بقيادة شرطة كربلاء. وأيضا هنالك تعاون كبير من العتبات المقدسة والمتطوعين وحتى اصحاب المواكب الحسينيه والزائرين الكرام، هنالك استجابه كبيره وتعاون فيما يخص الابلاغ عن اي حاله. ايضا هنالك تنسيق عمل ما بين قياده شرطه المحافظه وقياده المحافظات المجاوره. هنالك اشراف مباشر من قبل السيد معالي وزير الداخليه والتواصل لحظه بلحظه مع السيد قائد شرطه المحافظه. وهنالك ايضا تسهيلات كبيره قدمها السيد دوله رئيس الوزراء خلال الاجتماع الخدمي مع السيد المحافظ والأجهزة الأمنية والخدمية في المحافظة. كل الجهود إن شاء الله تصب من أجل إنجاح هذه الزيارة بعون الله تعالى إن شاء الله. سيد أحسان، احنا نشكر جهودكم المبذولة من أجل إنجاح القضاء الأمنية والحفاظ على أرواح المواطنين الزائرين من كل المحافظات العراقية في كربلاء المقدسة، لكن اليوم النقاط اللي ذكرتها مهمة جدا والحملات وأيضا حرب الشائعات، هذه كلها تحسب لقيادة شرطة كربلاء وأيضا للحكومة المحلية بشكل عام، لكن اليوم أنتم اليوم كوزارة الداخلية وكقيادة شرطة كربلاء، وقبل قليل أنا تحدثت بها عن وجود
حملات توعوية مثلا ضد آفة ضد الآفة الخطرة بالمجتمع اللي هي المخدرات، هل هناك اليوم مبادرات أو برامج خاصة من قبل حضراتكم باستثمار وجود الزائرين داخل كربلاء المقدسة للحث والابتعاد عن هذه المخدرات أو عن غيرها من الأشياء اللي ممكن تضر بالمواطن العراقي وبسمعة المجتمع العراقي؟ نعم، هذه الحملات التوعوية هي بشكل خاص، ليست خاصة بموضوع محاربة الشائعات، وإنما محاربة كل الظواهر السلبية في المجتمع من آفة المخدرات. أيضا هنالك القيام بهذه الجولات بشكل مباشر من خلال الجلوس مع أصحاب المواكب الحسينية، استثمار توافد الزائرين إلى المحافظة، الحديث معهم بشكل مباشر حول آفة المخدرات وكيفية الإبلاغ، مراقبة الأولاد وكيف أنه يكون التعامل مع الشخص اللي قد يكون متعاطي. أيضا هذا الجهد متواصل لدى قيادة شرطة كربلاء. احنا سابقا خلال الأيام الماضية وحتى انتهاء العام الدراسي كان هنالك تنسيق عمل مع تربية كربلاء والجامعات المحافظة، مستمرين بهذه الحملات من أجل آفة المخدرات، كونها آفة تفتك بالمجتمع، ونستغل توافد الزائرين إلى المحافظة. مهم جدا سيد إحسان، السنوات السابقة وخلال زيارة كربلاء المقدسة في شهر محرم الحرام وأيضا في الزيارة الأربعينية، بعض الظواهر السلبية اللي انتشرت لبعض أصحاب المواكب اللي هي مثلا تواجد الأرجيلة أو تقديمها للزائرين، اليوم كقيادة شرطة كربلاء هل هناك إجراءات تتخذ بحق أصحاب المواكب اللي يحاولون يظهرون بعض الجوانب السيئة أو بعض الظواهر السلبية لكربلاء المقدسة أو بالتحديد لزيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم، هيئة المواكب الحسينية وبالتعاون مع قيادة شرطة كربلاء هنالك ضوابط خاصة وضعها، أهمها هي الحفاظ على الذوق العام والاحترام الشعيرة. هنالك تعهدات من قبل أصحاب المواكب الحسينية، وكل أصحاب المواكب الحسينية هم ناس متعاونين ويقدمون الخدمة للزائرين، ومهمتهم الأساسية هي الحفاظ على هذه الشعيرة. ايضا هنالك مراقبه بشكل مكثف من قبل مفارز الاعلام والمفارز الاستخباريه ومفارز الشرطه المجتمعيه لمراقبه اي حاله سلبيه ومعالجتها بشكل فوري واتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المخالفين من اجل الحفاظ على قدسيه هذه الشعيره وقدسيه المدينه. احنا نشكرك سياده العقيد احسان الاسد الناطق الرسمي باسم قياده شرطه كربلاء المقدسه. طبعا احنا نعرف انه ضغط العمل، لكن رغم هذا انت خصصت ان جزء من وقتك، ممتنين جدا، ونتمنى انه المواطن والزائر بالتحديد يكون متعاون جدا في هذه الايام والابلاغ عن اي شيء غريب، ان شاء الله تعدي على خير جدا. وانا اشعر انه الناس منذ سنوات كانما انا البارحه حكيتها، من غير تنظيم، من غير اتفاق على التنظيم المنظم، نشوف هناك انسيابيه كبيره في السير. صح. وفي تقديم الطقوس، والناس تخلص وترجع لكن هي بعض الظواهر السلبيه، طبعا بعض السلبيات اللي هي يحتاج لها انه نلغيها، نشطبها، كون انه اي تصرف سيء او اي تصرف سلبي من اي زائر من اي زائره ممكن يحسب على الكل، وبالتالي سمعه الزياره تروح، هيبه الزياره تروح، لانه احنا عندنا مثل بالعراق وهذا المثل معروف لدى الجميع، الخير يخص والشر يعم. الناس تسوي خير ومنظمة وأصحاب المواكب وتقديم خدمات وتروح الناس تزور بسلام وترجع بسلام، هاي كلها ما ينتبهوا لها ولا ينتبهوا للكرم والعطاء اللي موجود من قبل الأهالي أو أصحاب المواكب، لكن ينتبهون على بعض هذه الشوائب أو هذه الظواهر السلبية ويتكلمون بها، شفتوا بالزيارة صار، شفتوا بالزيارة صار. فأتمنى أن تحافظون على سمعتنا أولا كمجتمع عراقي، ومن ثم على هيبة الزيارة وسمعة هذه الزيارة والطقوس الدينية اللي موجودة في هذه الأيام، وبالتحديد بكربلاء المقدسة داخل الحرمين أو حتى بالأطراف المجاورة لأراضتين الشريفتين المقدستين في كربلاء المقدسة. احنا نرجع السرمد حتى نسولف أيضا ببقية التفاصيل اللي موجودة في كربلاء، ومن ثم ننتقل لضيفنا الآخر مدير بلدية كربلاء المقدسة السيد حسن الشريفي. سرمد إذا جاهز تسمعني، يا ريت انه ايضا تشوفنا الاجواء باعتبار تغير، صار الدنيا مغرب يمك. نعم، تغيرت الالوان والاجواء، اكيد هناك طقوس ايضا خاصه ما بعد المغرب
يكون ويكون هناك توزيع اكيد للطعام بشكل مختلف عن صح. عن بقيه اليوم تبدا الناس، واعتقد انه في هذه الايام تكون هناك اكلات اكثر واصناف اكثر، وايضا يكون هناك تقديم. يمكن احنا البارحه من كنا نحكي مع سرمد كان هناك تسليط الضوء على الاشياء السائله باعتبار الدنيا حاره، فاكيد اليوم اكثر كانت الاعداد وتقديم الخدمات كانت بشكل اكبر. نعم مازل بالتأكيد. يعني اليوم المواقف تقدم خدمة كبيرة للزائرين القادمين إلى مدينة كربلاء المقدسة، وتنوع أيضا بأنواع الوجبات اللي تتقدم للزائرين، وهذه الزيادة الكبيرة مثل ما تحدثت أزل هنالك أعداد كبيرة، أكثر من 2000 موكب اليوم يقدمون هذه الخدمة التطوعية والمجانية للزائرين، وتتنوع مثل ما ذكرنا هذه التفاصيل من الماء الصالح للشرب والعصائر والسوائل باعتبار أنه هنالك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم انه اقل من البارحه درجه الحراره. الحمد لله. وايضا هنالك كثير تفاصيل يتعلق طيب بوجبات. طيب بما انه احنا نحكي عن المياه والسوائل المقدمه، اكيد العصائر والمياه البارده وغيرها من الاشياء اللي تقدم من قبل اصحاب المواكب للزائرين، احكي لي كون انه انت متواجد في كربلاء صار اكثر من يوم، وضع كربلاء في المياه، محطات الاساله، أصحاب المواكب يعانون من إيجاد المياه وإيصالها إلى المواكب، لو أنه عادي الموضوع طبيعي كل صاحب موكب عنده حنفية وعنده خزانات اللي بشكل مستمر حتى يبقى يداور بها أموره. نعم رابطها بشكل مستمر تقريبا، انه احنا شفنا واطلعنا على اصحاب المواكب اللي موجودين وخدمتهم، هذه المياه موجوده، بس هنالك مثل ما تحدثنا هنالك مشكله في موضوع الثلج، تعرف هذه يعني هذه الكميات من المياه تحتاج وارتفاع درجات الحراره تحتاج كميات كبيره من الثلج، لذلك اكثر من شخص تحدث وياي بنفس الموضوع. نتمنى بالايام القادمه او الساعات القادمه تكون هنالك زياده في هذه الكميات حفاظا على انه استمرار الخدمه للزائرين، وايضا تعويض نقص السوائل اللي يحدث بسبب مهم جدا. بالتاكيد هنالك قطوعات حول ضريح الامام الحسين عليه السلام وضريح الامام العباس عليه السلام، هذه المداخل هنالك وقوف وحركه فهنالك نقص بالسوائل. نعم هذه يمكن بس بالدوام لانه قطوعات، كون السيد حسان اذا تسمح لي سرمد ذكر انه لا وجود لقطوعات في الخطه الامنيه، وبالتالي انه حركه سير المركبات او انسيابيه سير المركبات هي صحيحه ومتوازنه، وبالتالي توصل الخدمات. سرمد حتى نرجع نسولف بتفاصيل اكثر عن الخدمات، خليك ويانا أكيد. لكن ننتقل للسيد حسن الشريفي مدير بلديه كربلاء المقدسه. سيد حسن اذا جاهز تسمعنا حياك الله وعظم الله اجرك. السلام عليكم. عليكم السلام. وعظم الله لنا ولكم الاجر باستشهاد الامام الحسين عليه السلام. عليه السلام. سيد حسن، اكيد انه كربلاء منذ ايام والكل في كربلاء يعني في حاله انذار من اجل تقديم الخدمات والاستعداد لتقديم الخدمات، انتم اليوم كدوائر بلديه شنو الخطه اللي باشرتوا بتنفيذها وما هي اعمالكم في مدينه كربلاء المقدسه بشكل عام؟ ابتداء منذ الليلة الأول من محرم مراسيم تبديل الرايات، انطلقت خطة بلدية كربلاء الخدمية، حيث وفد إلى كربلاء الليلة الأولى من محرم ما يقارب 5 مليون زائر ساهموا وشاركوا في مراسيم تبديل الرايات وإعلان شهر محرم الحرام. ونحن الآن في اليوم الثامن من محرم الحرام، حيث نشهد توافد الملايين من الزوار بلدية كربلاء على عهبة الاستعدادات. منذ يوم ليلة اليوم الأول قامت بلدية كربلاء ومن خلال قواطعها البلدية الثمانية بالدخول بدعم وإسناد قاطع البلدي الأول داخل مركز المدينة القديم بواقع 1875 مهندس نظافة، نحن نسمي عمالنا مهندسين نظافتنا في بلدية كربلاء، بواقع 1875 مهندسي النظافة تم تعزيزهم منذ يوم صباح أمس ب 500 مهندس نظافة آخرين تشغيلهم تشغيل إضافي، ليكون العدد يتجاوز 2300 مهندس نظافة يعملون في قطاعات البلدية الثمانية من أجل إدامة العمل وديمومة النظافة في مركز المدينة والأحياء المجاورة إلها ضمن قطاعات واجبات بلدية كربلاء. هذا نعم. سيد حسن، هاي كلهم من عن الجهد الآلي. نعم. يعني هاي كلهم نعم. من كربلاء أم كانت هناك نعم. استعانة نعم. من نعم. بعض بلدية المحافظات؟ كربلاء موظفي عفو
بلدية كربلاء هي من تقوم بأعمال التنظيفات فقط لزيارة محرم من الحرام، وبواقع تشغيل أكثر من 2300 مهندس نظافة يعمل في قطاع التنظيفات. كذلك هنالك جهد آلي متميز في بلدية كربلاء من خلال الآليات والورشة المركزية التي تم تهيئة آليات البلدية. بلدية كربلاء أكثر من 500 آلية ثقيلة متخصصة في أعمال التنظيفات باشرت بالعمل منذ ليلة الأول من محرم، وبواقع رفع نفايات نحن في اليوم الاعتيادي نرفع ما يقارب 800 طن من النفايات. بلغت الآن اليوم إحصائية اليوم النفايات المرفوعة من المدينة والأحياء المجاورة أكثر من 5000 طن. هذا يعكس واقع الجهد الآلي والبشري الذي تبذله بلدية كربلاء في معالجة هذه النفايات إلى مواقع الطمر الصحي. كذلك مع ارتفاع درجة الحرارة سعت بلدية كربلاء على خطين. الخط الأول هو تأمين حماية وتوفير ظروف ملائمة لأداء مناسك الزيارة من خلال توفير مظلات. هنالك شارع عزاء ضويريج تم إنجاز مشروع تغليفه وتسقيفه بالمظلات ونشر نغلات ومرشات والمراوح الكهربائية على طول هذا الشارع. كذلك استكمالا للمرحلة الثانية لحين إنجاز المشروع تم البدء بعمل التغليف بالساران الأخضر المظلل مع نشر النازلات لتبريد وتلطيف الأجواء. ولا ننسى مهندسي نظافتنا وعمالنا ومن هم أبطال البلدية، تم توفير كافة العدد والمواد اللازمة لعملهم من التي تقيهم. نحميهم كما نحمي زوارنا، نحمي مهندسي نظافتنا من الحر. تم تجهيزهم بالكفوف والقبعات والملابس والسدريات الواقية لتسهل عملهم. هل هناك متطوعين سيد حسن؟ هل هناك متطوعين من بعض منظمات المجتمع المدني أو من الشباب؟ إحنا حتى شاهدنا في مختلف المحافظات على طول الطرق هناك شباب يتطوع، يعني يرتدي حتى الزي ويكون مع العمال. هل هناك متطوعين تعاونوا سويتوا خطة لتقاسم العمل إن تعرف أعداد بالملايين؟ نعم أختي الكريمة، في زيارة محرم الحرام بلدية كربلاء هي من تنوء بالحمل في أعمال التنظيفات بالتعاون مع العتبات المقدسة. العتبات مسؤولة عن بين الحرمين وباقي المناطق كربلاء بأجمعها هي بعهدة بلدية كربلاء. نعم تم تسجيل طلبات من خلال شبابنا الجامعي وطلبتنا في المدارس ومن خلال منظمات مجتمع مدني حول تطوعهم. سوف ينظمون خلال الزيارة الأربعينية، هنالك زيارة قادمة تستمر بزخم أضعاف أضعاف. سيد حسن إن شاء الله يكون التعاون والتطوع من قبل أبناء العراق حصرا وليس من دوائر بلدية أخرى قادمة من خارج العراق، كون العراق اليوم هو يعني لا يوجد من خارج العراق. مهم جدا كون أنه مقاطع الفيديو، إذا تسمح لي مقاطع الفيديو والصور اللي تم نشرها العام الماضي أعتقد أساءت بشكل كبير للحكومة العراقية ولحكومة كربلاء ولدوائر بلدية كربلاء. أنا مسؤول عن كلامي فقط. شباب العراقي من طلبة جامعات ومدارس ومن متطوعين من منظمات مجتمع مدني، نحن أهل الدار ونحن نستقبل ضيوفنا بأعيننا ونستقبلهم بأحضاننا. نحن من نقوم، نحن وأهل هذه الدار من العراقيين من نقوم بهذا العمل. وسجلنا، أنا بالبداية تكلمت، سجلنا الآن طلبات لطلبة جامعات من مختلف جامعات العراق من داخل إلى البصرة يرومون العمل والتطوع ضمن ممتاز. حلو هذا الموضوع. بالإضافة إلى منظمات أخرى شبابية تعمل في مجال تم طيب سيد حسن على تجهيزهم بالعدد والأكياس النفايات. هل نستغل الفرصة أيضا نستثمرها أيضا من أجل أن نحث المواطن، لأن المواطن أيضا سيساهم عندما يقوم هو أيضا بأن يعتني أو يهتم بالنظافة، راح يخفف في العبء لأنه العبء كبير جدا على عمال البلدية أو كما تسميها مهندسين. فأتمنى أن يكون هناك كلمة لك حتى يكون هناك تعاون من الجميع، لأنه إحنا مع بالتوعية نستطيع أنه إحنا نمرر هذه الزيارة بشكل يسر وسهل، والكل يستطيع أن يؤدي عمله بشكل سهل مع ارتفاع طبعا درجات الحرارة والملايين التي ستزور كربلاء المقدسة. فكلمة طبعا للمواطن أو نصائح. نحن ندعو كافة زوارنا الكرام من العراقيين والأجانب الموجودين في كربلاء الإمام الحسين. أنتم عشاق الإمام الحسين، جئتم لزيارة كربلاء معشوقة العالم. ها
هذه المدينة يجب المحافظة على نظافتها ومنشآتها. كربلاء تتميز عن باقي محافظات العراق كونها متقدمة في الجانب الإعماري وجانب التنظيفات والعمل والمشاريع. هي تتميز وخاصة بلدية كربلاء الكل يشهد بهذا من مداخلها، تطوير مداخلها والأحياء. احنا نشهد سيد حسن، احنا نشهد انه كربلاء بالفترة الأخيرة انه غير كربلاء اللي مرت عليها سنوات يمكن عصيبة. كربلاء بدأت تتطور، بدأت انه دوائر بلدية تعمل بشكل جيد، الانشاءات والخدمات والبنى التحتية الموجودة بها. تمام، نتمنى التعاون جدا من الجميع. الإمام الحسين، المحافظة على مدينة الإمام الحسين، احد الرسائل طبعا اكيد المحافظة على مهمة جدا انه هذه الرسائل رفعتها البلدية، رفعتها بلدية كربلاء كثير من البوسترات. نعم. التثقيفية للزائر للزائرين. حافظوا على نظيفة مدينة كربلاء، مهم جدا. مدينة طيب كربلاء. سيد حسن، هذا بما يخص انه هذه الليلة والليلة ليلة يوم غد، لكن انه تعرف انت في كربلاء وانت ابن كربلاء انه الضغط يصير ما بعد رضا الطريج، يعني ما بعد الساعة الثالثة او الرابعة عصرا، بعد ما انه ترجع الزوار ترجع الى يعني محافظاتها، هنا راح يكون ضغط كبير جدا. هل لديكم ايضا خطة خاصة ما بعد انتهاء الزيارة وانتهاء رضا الطريج؟ نحن خططنا استاذنا العزيز، نحن العمل في بلدية كربلاء على مدار ساعة 24 ساعة وبواقع 3 شفتات، كل شفت 8 ساعات، أي إن الخطة تتغير كل 8 ساعات. هنالك العمل الصباحي يختلف عن العمل المسائي، يختلف عن العمل الليلي. إنه مهندسي نظافتنا يكون ما عندكم نقص بالآليات، آليات كاملة ضمن زيارة المحرم الحرام. احنا مكتفين بالآليات الموجودة عندنا في بلدية كربلاء، لكن احنا وجهنا رسالة الى وزارة البلديات والبلديات المجاورة في المحافظة من دعمنا خلال الزيارة الأربعينية. ان شاء الله الله يوفقكم ويوفق الجميع من اجل خدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام في شهر محرم الحرام وايضا في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لك سيد حسن الشريفي مدير بلدية كربلاء، وان شاء الله نتواصل ايضا في قادم الايام من اجل الحديث إنجازات دوائر بلدية والمحافظة بشكل كامل. نرجع لسرمد. سرمد، أنت اليوم ويانا ومشاركنا بتقديم هذه التغطية، لكن من مكانك من كربلاء المقدسة، وأكيد الأجواء الروحانية لها طابع آخر، يعني أنه أنا اليوم أحسدك أنه أنت متواجد هناك، لكن نفس الوقت أنه أقول يا ربي وفقك من أجل تقديم كل ما هو جيد ونقل صورة إيجابية عن كربلاء من خلال برنامج أهل المدينة. سرمد، نرجع، أنت متواجد أيضا في كربلاء، أكيد شاهدة عمل دوائر البلدية، شاهدة عمل الدوائر الأمنية والمنتسبين وزارة الدفاع والداخلية. اليوم أيضا هناك عمل آخر لأصحاب المواكب ولمنظمات المجتمع المدني، هل شاهدت من خلال تواجدك أنه حملات توعوية أو مثلا المواكب بنت سرادقها أو بنت الخيم خاصة من أجل تقديم رسائل للزائرين، قد تكون وثائق استمارة مثل ما نشاهد في كل سنة من شهر محرم الحرام؟ أكيد رفت، يعني أنا موجود في مكان يعني مكان ذهبي بصراحة، وإحنا بشكل حصري موجودين بهذا المكان كقناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما قلت أجواء جميلة جدا، أجواء روحانية، أجواء أكيد يغلبها الحزن والألم لمصاب الإمام الحسين عليه السلام. كلامك رافت مهم جدا بخصوص الفرق التطوعية والناشطين المدنيين وأيضا أصحاب المواكب. هنالك حملات كثيرة كبيرة، منها معارض للكتاب، وهنالك أيضا توزيع جزء من المنشورات التوعوية للزائرين اللي تحثهم على النظافة واحترام قدسية هذه المدينة المهمة بالنسبة للعراقيين وللمسلمين كافة في دول العالم. لذلك اليوم المتطوعين وأيضا أصحاب المنظمات التطوعية اليوم كلهم موجودين أو أغلبهم موجودين في محافظة كربلاء لتقديم هذه الخدمات. أيضا بالحديث عن الضغط وزيادة الأعداد، العتبة الحسينية المقدسة أعلنت اليوم عن افتتاح سرداب الشهداء. هذا السرداب افتتاحه سيوفر الكثير من المساحة للنساء بالتحديد، وهو مكيف وكافة التفاصيل الخدمية موجودة به حتى يستوعب العدد الكبير والزيادة الكبيرة اللي تحدث بالساعات المقبلة. وأيضا الآن هنالك أعداد كبيرة يعني موجودين تتوافر. موجودين بالقرب من ضريح أكيد الإمام الأعداد راح تكون أكثر يوم غد، عليهم السلام. يوم غد من ساعة الصباح الأولى وحتى
ما بعد ظهر يوم السبت القادم. سرمد أكيد شاهدت تواجد كبير لمفارز الصحة بالقرب من الروضتين المقدستين وأيضا في مدينة كربلاء المقدسة. باختصار حتى ننتقل للسيد الدكتور عدي اللي هو راح يكون متحدث رسمي باسم صحة كربلاء. نعم سيد. نعم رأفت، فقط هنالك إضافة مهمة، رأت هنالك إضافة مهمة على الجانب الأمني، هنالك إضافة من المنتسبين قادمين من محافظة الأنبار وأيضا من العاصمة بغداد ومحافظة بابل والمحافظات البقية القريبة من مدينة كربلاء. هذا جهد إضافي، يعني الأهم في ذلك هو التنسيق وخدمة الزائرين في مختلف المناطق القريبة من مدينة كربلاء، الكربلاء المقدسة. رأفت، هذا التواجد هو فقط مو لأهل كربلاء أو لمنتسبي دوائر شرطة كربلاء أو عمليات كربلاء، هذا للعراق أجمع. فاليوم انه ابو بغداد او منتسبي بغداد، نعم، الانبار، كركوك، الموصل، كل المفروض انه تكون متواجده، كونها انه هذا شيء يخص العراق وللعالم اجمع. واحنا مثل ما في كل حلقه نقول او في كل مناسبه نقول انه الحسين للعالم اجمع، فاكيد الحسين لجميع العراقيين. سرمد بليبل كنت متواجد ويانا خلال هذه التغطيه واليوم الثاني على التوالي، شكرا لوجودك ويانا، وان شاء الله اكيد مستمرين في تغطيتنا في الايام القادمه. لكن بهذه اللحظات ننتقل للسيد عدي سلام المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة كربلاء. حياك الله دكتور وعظم الله أجرك. أهلا وسهلا. حياك الله دكتور. أجركم وأجرها الإسلام باستشارة الإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام. أعتقد يعني دكتور عدي، أعتقد دكتور عدي من أصعب المهام هي توكل لكم حقيقة الخطة الصحية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، انتشار بعض قد تكون الأوبئة التي قد تكون ليست موجودة في العراق، لكن تعرف هناك ملايين الزائرين سيأتون من خارج العراق، فهناك راح تكون يعني مهمة أو مسؤولية كبيرة على صحة كربلاء المقدسة. حدثنا عن أهم هذه الخطة، ولازم نحكي أنه كيف يتعاون المواطن وخاصة أصحاب المواكب الذين يهيئون الطعام والماء مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار، لازم إحنا نقول أنه هناك مع هذه الكمية الكبيرة والأعداد الكبيرة قد يكون هناك أمراض وأوبئة بين الزائرين، فلذلك أعتقد مسؤوليتكم كبيرة جدا، ولذلك خطتكم راح تكون خاصة جدا، قد تكون حتى أهم من الخطة الأمنية أو الخطة التوعوية. نعم، شكرا على الاستضافة والسؤال. نعم. الحقيقة احنا اليوم نشهد زيادة في أعداد الزائرين عن العام الماضي، يعني بحد ملحوظ يعني، ونتوقع زيادة أكثر في الأيام القادمة إلى حين وصول الذروة يوم السبت القادم. نعم. واللي يميز الزيارة في هذا العام هو أمرين. الأمر الأول هو الارتفاع في الأعداد بشكل كبير وملحوظ، والأمر الآخر هو تزامن الزيارة مع شدة موجة الحر أو ما يسمى بجمرة القيض. زين، فهذه الأمور كلها متوقع انه تؤدي الى يعني زياده في المجهود الصحي لدينا، كون تؤثر على صحه المواطنين من تدافع وازدحامات واعياء وضربات شمس وبعض الامراض، خصوصا احنا لا زال هناك امراض انتقاليه ساريه في العراق، وحتى هي موجوده في كل العالم مثل الكورونا والكوليرا والحمى النسبيه اللي تنتشر منذ اكثر من عام في العراق. ولدينا جهود كبيره وزارة الصحة ودائرة صحة كربلاء للسيطرة عليها. طيب، المفارز اللي موجودة اليوم في كربلاء المقدسة هل هي كافية مقارنة بالأعداد القادمة من بقية المحافظات صوب كربلاء المقدسة؟ الحقيقة إن شاء الله كافية هذا المفارز، وإحنا بس مفارز يعني عادية، مجرد أنه توصف علاج ويطلع المريض بالأمور البسيطة، يتعالج الأمور البسيطة، وإنما إحنا فتحنا مراكز طوارئ، لأنه تدري يحتاج أحيانا المريض إلى خياطة جرح، إلى ضماد، إلى مغذيات، إلى حتى بعض العمليات الصغرى، وبدلا من أنه نبقى ننقل المرضى بالإسعافات من داخل المدينة القديمة إلى المستشفيات الرئيسية، وهذا يتطلب جهد وإسعافات كثيرة جدا ونفقد وقت، وإحنا هنا الوقت الذهبي عندنا جدا لبعض الأمراض، فإحنا فتحنا صالات طوارئ يعني حديثة وكبيرة في داخل المدينة القديمة وحولها. طيب، هو سيد عدي، احنا نعرف انه اليوم الضغط مو كثير على المفارز الطبيه كون انه ذروه الزياره بعده غير قادمه، لكن انه في صباح السبت اكيد الكل يعرف هناك شعائر دينيه وطقوس تكون في كربلاء وفي ساعات الصباح الاولى من بعد
آذان الفجر. اليوم كدوائر صحية ومفارس صحية جاهزة مستعدة لاستقبال الكثير من من المؤدين لهذه الطقوس والشعائر اللي موجودة في صباح يوم السبت القادم؟ إن شاء الله جاهزين ومستعدين. احنا عندنا 20,000 منتسب في دار صحة كربلاء مع عشرات، يعني خلينا نقول أكثر من 10,000 متطوع من المحافظات الأخرى بالإضافة. وأنا حاليا أكلمك وإحنا تو أنهينا جولة مع معالي وزير الصحة والكادر المتقدم في الوزارة اللي هو حاليا متواجد في كربلاء لإشراف وقيادة خطة الطوارئ الصحية مباشرة، وأخذنا جولة على المفارج وعلى صالات الطوارئ وعلى المستشفيات الرئيسية والفرعية، والأمور كلها إن شاء الله الأدوية سيارات الأسعاف، يمكن أنه بعض الزائرين راح يحتاجون إلى مثلا دم لا سامح الله، أنه كل هذا متوفر. سوينا حملات تبرع للدم، حاليا عندنا رصيد كافي من الدم ورصيد كافي من الأكسجين ورصيد كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا المستلزمات المختبرية والتحاليل المختبرية، والأمور كلها إن شاء الله تمام وتحت السيطرة، وإن شاء الله ما يحدث أي حادث يعني تدافع أو إعياء إن شاء الله، وتمر الزيارة سلام. طيب احنا نتمنى انه ايضا المواطن يتعاون او الزائر يتعاون معكم. الدكتور عدي السلام المتحدث باسم دائره صحه كربلاء المقدسه، شكرا جزيلا لك. ويبقى المواطن الى دور او الزائر الى دور كبير، حتى المواطن الذي لا يؤدي الزياره لا يذهب في كربلاء المقدسه هو الى دور كبير. احنا نعرف والبارحه انا حكيتها، هي ليس فقط الذروه راح ستكون في كربلاء المقدسه، وحتى الناس ستذهب الى النجف او بعض المراقد الدينيه هنا وهناك في المحافظات، حتى في الشوارع احنا نعرف هناك عزاء وهناك مواكب، والكل يعني متهيئ منذ 1 محرم. إن شاء الله يا رب الخطة الأمنية والصحية والتوعوية والخدمية تنجح وتكون على أكمل وجه، ورح نكون احنا أكيد يعني مستمرين في هذه التغطية سواء في الشرقية أو في أهل المدينة. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في أمان الله. إذن وصلناكم لختام تغطيتنا لهذا اليوم، نلتقيكم في الأيام القادمة، شكرا لكم وإلى اللقاء.